السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. بالنسبة لحلقة اليوم، أردت أن أنوه وأحذر من شيء مهم لتفادي موت الفراخ، خصوصا الفراخ آخر بيضة في العش. كما تلاحظون، هذا فرخ كناري ميت وهو آخر بيضة فقست في العش. يعني كانت لدي مشاغل قليلة هذه الأيام، الشيء الذي منعني من تتبع الفراخ بشكل جيد، يعني ظروف الحياة وهكذا. المهم، هذا الفرخ يعني آخر بيضة كانت فقست، يعني صغير بالسن وصغير بالحجم أيضا، الشيء الذي منعه من رفع رأسه وطلب الأكل من أمه مقارنة مع أخوته الفراخ الأخرى، الشيء الذي جعله يموت جوعا وأصلا يموت تحت الفراخ الأخرى بوضع أرجلهم عليه. هذا من جهة، يعني لتفادي وقوع هذا الأمر، تفادي وقوع موت الفرخ الصغير يعني الأصغر في العش، يجب يعني تفادي الأمر يعني يوجد حلان. الحل الأول وهو أخذ البيض للأنثى، يعني أخذ كل بيضة للأنثى بعد وضعها في العش، وجمع البيض بأكمله، وبعد ذلك نقوم بوضع البيض دفعة واحدة للأنثى، فتقوم الفراخ بالتفقيس في يوم واحد. وشيء آخر، يعني لتفادي الأمر من جهة أخرى، إطعام الفراخ، يعني مساعدة الأنثى في إطعام الفراخ. يعني أنا كان لدي 3 فراخ وهذا هو الرابع، الشيء الذي صعب على الأنثى إطعامهم لأن الأنثى بكرية وقليلة الخبرة قليلا. يعني إطعام الفراخ يدويا، يعني مساعدة الأنثى في إطعام الفراخ، هذا من جهة. يعني سوف أريكم الآن إخوتي الفراخ الأخرى، يعني الأكبر منه في الحجم، الشيء الذي يعني وجد هو يعني في أسفلهم وقامت بالوقوف عليه، الشيء الذي مات إلى ذلك. سأريكم الآن الفراخ الأخرى وهي في عمر أسبوع 6 أيام تقريبا، يعني أظن أن البعض منها فتح أعينه. انتظروا أصدقائي. هذه هي الفراخ الأخرى، إخوة هذا الفرخ بالعش. كما تلاحظون، الفراخ فتحت عيونها، وأردت أن أنوه أن هذا هو الوقت المناسب من أجل وضع الحلقات في أرجل الفراخ. الفراخ تبدو بصحة جيدة، رغم أنها تعجز، كما ألاحظ، تعجز عن وضع مخلفاتها فوق العش لأنه يبدو عاليا قليلا. أتمنى أيضا تشاركونا صور طيوركم وعصافيركم بإرسال الفيديو الذي تريدون نشره في القناة إلى الجيميل الموجود بالوصف. وأتمنى لكم يوما جميل. كان معكم أسامة، وشكرا.